كنا طبعا ايه بنروح، رحنا فصلنا كده جاكيت كده نسافر بيه وفرحين نستلمه. فركبنا العربية مع سمير عدلي، كان كابتن جوهري قاعد جنب سمير، وانا وكابتن فكرة صالح في النص عشان كانت رجليه طويلة قوي، وكابتن فتحي مبروك. انا كنت اصغرهم، فبدأت بقى ايه اعيش الجو اللي فعلا ايه الناس كلها ايه مش واثقة فينا فبدأت اتهز. فبقول له يا كابتن خلاص احنا مسافرين بكره ان شاء الله يعني. فهو لقى نبر صوتي مش حلو، راح بصص لي ورا، انا فاكر صوته كويس قوي بنفس الحق، قال لي يا علوة انت ايه انت صدقت؟ خليهم يكتبوا المركز ال 13، انا رايح اجيب البطوله وراجع. زي ما بقول لك، قال لي انا رايح اجيب البطوله وراجع، انا عارف جهازي كويس وعارف لعبت كويس. ورحنا وجبنا البطوله ورجعنا، واتعملت فيها كوره غير طبيعيه يعني. انا بعتبر 98 و2008 من اجمل البطولات دخلت مصر. انا قاعد في الطياره، كان الله يرحمه الاستاذ محي فكري كان طالع معانا على الطياره، وهو عامل استفتاء في المجله بتاعته حسام حسن يبطل ولا يلعب. فانا قاعد، الراجل المضيفه جابت لي، لقيت المجله طلعتها قلت هنقرا بقى، كل ما رحله طويله بقى. فبقرا المجله وفتحها على الكرسي عادي كده، انا حاسس بفي نفس سخن كده ورايا. فبعمل كده لقيته حسام حسن بيقرا ورينا يا كابتن. رحت ماسك المجله مكرمشه، ما انا عارفه لما بيجيك بقى بعمل ازاي. رحت طاير على كابتن جوهري قدام، قلت له الحق ممكن تحصل كارثه ورا. رجع قعد مع حسام حسن ساعه ونص زنقه في كرسي الطياره اللي جوه جنب الشباك وقع جنبه، واداله بما فيه من شحنات. حسام حسن تفوق على نفسه في هذه البطوله، جابوا البطوله وطلع الهداف وكابتن منتخب مصر. يعني بيوريك المواقف اللي المدير الفني لازم يبقى عنده خبره. سيبك الملعب ده كابتن حسام بياخدش منك كتير، ازاي تتعامل مع اللعيبه والانديه واداره الاتحاد والاعلاميين واللعيبه المحترفين. احنا كان معانا جدول النهارده، عبد الستار هيلعب الساعه 8، الساعه 10:30 يكون عارفين النتيجه، يكلمه سواء كسبان او خسران يبارك له في حاله الفوز، ولو خسران انت كنت هايل وشفناك وعملنا و و و و. عشان كده اللعيبه لما كان الفاكس يروح للانديه عشان يجوا، كان او كان يجوا من المطار يقول لهم روحوا البيت تعالوا تاني يوم، لا يا كابتن احنا نخرج على احنا مفتقدين دي. مع زامبيا طبعا في اليوبيل الفضي للاتحاد الافريقي، دي كانت اول مباراه، وكان انكر رجلي واجعني، انكر رجلي اتلوى مني ورم، وصممت ان العب وربطت انكر رجلي جامد جدا، لكن ما قدرتش بقى طبعا يعني. لعبت الشوط الاولاني، جيت الشوط الثاني نزلت شويه ما قدرتش، اتغيرت من المرات القليله اللي انا يعني كنت بتغير فيها. فاحنا رايحين نلعب مباراه مهمه جدا في تصفيات كاس عالم في افريقيا في انجولا، وحصل مشكله كبيره جدا ان كان في وقتها حرب اهليه، والنور بيقطع الساعه 5، النور بيقطع الساعه 5، دي كانت مشكله مرتبطه بالميه، فالميه كانت بتقطع برضو. فاحنا طبعا اللعيبه كلها وهاني رمزي وكل اللعيبه وحسام وابراهيم اتكلمنا مع كابتن جوهري ان احنا بعد التمرين مش شايفين حاجه يعني، بنخش الاوضه قال لا شمع، جاب لنا شمع وجاب لنا بستلات نستحمى بيها وكوز فانا تاني يوم لما وصلنا هناك طبعا احنا مش قادرين نتاقلم على الاجواء ديت، بالنسبه لنا صعبه جدا. فكان في الساعه 6 كده الدنيا ليلت، فبتنقل من مكان لمكان من اوضه لاوضه، فخبطت في لوح ازاز بتاع البلكونه، فخدت هنا الحته دي خدت 7 غرز ومفيش بنج، والسبع غرز دول كانوا سبب ان احنا ننقل لاوتيل 5 نجوم عالمي، اكل كويس، نور، ميه، كانت باخره يونانيه راسيه هناك على المحيط وفيها فندق. فنقلنا على طول الكابتن جوهري، فكل اللعيبه بقى شالتني قعدت تلف بيا قالوا انت السبب.
لولا ان انت اتصفت ما كناش كنا هنكمل، وتعادلنا المباراه ديت وتصفيات كاس عالم سنة. لو قعدنا نحكي على بطوله الاورو دي احنا عشنا هناك 28 يوم صاحيين نايمين مع بعض وفطار وغدا وعشاء، فطبعا في كواليس كتيره جدا. هحكي لك على موقف بس منهم بسيط كده، ان بعد احدى المباريات الكاتيجوري كنا بنعمل ريكفري في حمام سباحه كده، كان رحنا له عملنا الريكفري، فالكابتن جوري عايز يحط يعني يطلعنا بره الضغوط وبره فعمل مسابقه سباحه وحط مكافاه $100 للي هيكسب. انا مش متذكر مين اللي هيكسب، بس مش عايز اقول لك كله بقى كله عوي، كله طلع السباحه اللي جواه وبقى اللي برجليه وبايديه، ويعني بوظنا رياضه السباحه بصراحه في اليوم ده. بطوله صعبه جدا وظروف كانت صعبه جدا في البطوله دي، وللاسف ان كل الذكريات اللي فيها اكيد مش هتبقى سعيده، يعني ان احنا خرجنا من الدور الاول. انا حضرت مش البطوله بس، حتى الفتره التحضيريه للبطوله مع كابتن محسن صالح والجهاز الفني، كابتن اشرف قاسم وكابتن ماهر همام وكابتن ابراهيم رياض وكابتن صلاح حسني، كان برضو نفس الكلام، لعيبة محترفين ولعيبة من الأهلي ولعيبة من الزمالك، وفي الوقت ده أنا كنت لعيب في النادي الإسماعيلي، ما كنتش لسه جيت النادي الأهلي. للأسف إن إحنا خرجنا زي ما بقول كده من الدور الأول. أدأنا في أول مباراة على ما أتذكر إن إحنا كسبنا 2-0 أو 2-1 تقريبا زيمبابوي تقريبا. في المباراة الثانية خسرنا من الجزائر بجول عيشو. المباراة الثالثة تعادلنا تقريبا مع الكاميرون، ما كملناش باربعة بونت ما كملناش، فكانت ظروف صعبة. رغم ان قوام المنتخب كان فيه لعيبة كبيرة جدا زي حازم امام وهادي خشبة ونادر السيد واحمد حسن واحمد بلال وطارق سعيد، لا كان هاني سعيد، مجموعة كبيرة، وائل لباني وعماد النحاس وعمرو فهيم ووائل جمعة، كان مجموعة كبيرة جدا من اللعيبة. انا اسف ان انا لو مش متذكر لسه يعني لعيبة بركات، لكن ما كانش أدائنا القوي اللي يقول ان هو يوصلنا للأدوار اللي بعد كده يعني، أو ما كناش برضو مرشحين للبطولة. لعبت كتير تصفيات أمم أفريقيا، كان في مرة كسبنا ووصلنا أمم أفريقيا من بدري، كان مع كابتن محسن صالح، فتقريبا كان سيادة الوزير عبد المنعم عمارة عمل لنا هدية، قعدنا أسبوعين على شواطئ اسكندرية في أحد الفنادق الكبيرة، كانت فترة جميلة جدا. يعني الأحداث اللي بتحصل في بطولة أفريقيا خصوصا المجمعة من الأحداث الطريفة اللي كنا بنتجمع عليها طبعا لما نكون بنلعب على الأقل بلاي ستيشن، الحاجات الترفيهية اللي بتحصل بين المباريات، ولما الكابتن حسام حسن يخسر هو بالنسبة له الخسارة مش موجودة في القاموس، فكانت طبعا تبقى مشكلة كبيرة بالنسبة لي ان اللي بيكسبه ده ممكن يقعد على الأقل 3 أيام ما نمشي لحد ما الكابتن حسام يكسبه تاني، فدي من الحاجات اللي كانت بتحصل كويس. بص هو يمكن ربنا كان مسهلها شوية في البطولات دي، يعني يمكن اول ماتش في 2008 كان الكاميرون كسبنا 4-2 وانت نازل، خد بالك ده كان اول ماتش رسمي في بطوله كاس الامم. لعبت معهم قبل كده مع المنتخب من 2005 وانا مع المنتخب، ولعبت ماتشات كتير وتصفيات كاس عالم وتصفيات كاس امم، لكن اول بطوله رسميه بالنسبه لي كانت 2008. فوانا نازل كنت اساسي ماتش الكاميرون في الافتتاح، وانا نازل وجنبك لعبت الكاميرون وماتش وجمهور وده كاس امم، بالنسبه لي اللحظه دي ما انساهاش يعني.